من بين التقاليد والتي تتميز بها ليبيا وتنفرد عن سائر دول المغرب العربي هي تقاليد الزواج التي تتميز بأمور عدة، سواء من ناحية الزي أو عدد أيام العرس، والتي كانت تمتد في ليبيا لعشرة أيام. تقاليد الزواج في ليبيا إذن لها حكاية وقصة تروى في هذه الجولة المغربية. تختلف تقاليد العرس الليبي، ولعل أهم أوجه الاختلاف في العرس الليبي هو ما ترتديه العروس كلباس تقليدي. أيام عشر هي تلك التي يحتفل خلالها الليبيون بالعرس الليبي، باتت تقتصر على ثلاث ليال في بعض المدن. ولعل أهم هذه الأيام العشر هي ليلة الحناء التي تستمر في الشرق الليبي على سبيل المثال لليلتين، الحنة الصغرى والحنة الكبرى، وهي التي ترتدي فيها العروس العربي، وهو الزي التقليدي للعروس، وتتزين بالحلي من الذهب أو الفضة الذي قدمه لها العريس كمهرها. وفي يوم الحناء في عادات الزواج في ليبيا توزع محتويات السلة العطرية التي تحتوي على مجموعة من المسواك والبخور والشمع والمسك والسكر على الفتيات الموجودات في الجلسة، وتنقش أيديهن ويد العروسة بنقوش جميلة وزخارف من الحناء. أما في طرابلس فتختلف عادات ما قبل حفل الزفاف، فتذهب العروس يوم الثلاثاء إلى الحمام الخاص بالنساء أو الزيانة، وتتزين وتتجهز لليلة الحنة، وترتدي أجمل الألبسة، وهي ما تسمى ببدلة الحنة المتميزة باللون الوردي والمعروفة بالبدري. وفي اليوم التالي للعرس في طرابلس ترتدي العروس الجلوة في يوم المحضر كما يطلق عليه الليبيون، والجلوة هي لباس ملفت للأنظار ترتديه بلونه الزاهي وحليه الملفتة. ألوان زاهية وحنة تزين الأيدي، وألبسة من الحرير المخلوط بخيط من ذهب أو فضة، إلى جانب الأهازيج والأغاني الشعبية. صورة مبهجة تزين كل عرس ليبي وتثريه على اختلاف المناطق والعادات، صورة لم يعفى عليها الزمن حتى يومنا هذا.